تقدرش. صلي صلي يلا النبي صلي. الصلاة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عيدنا يا ابو خليل الله ينور. عاش يا صبري عاش. دي فيها حاجه برضه اللي على ايدك اللي هي الخيط جاي معاه. وسع درش وسع حيب وسع خنت. ايوه حلوه التقويصه دي يا عيني عين. اي خلاص خش في الحجاره جدع جدع. لا تخش في الحجاره لا تخش في الحجاره. ايوه يا ابني لم شويه على الماك نزل عود لتاح. ايوه كده نزل دخلت منك في الحجاره ارخيلها بقى. يا ابني في الحجاره يا حبيب ارخي الخيط. ايوه كده بس صبري 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 من غير غباء. امسك امسك عاد صبر تعال على المعلم. بسم الله ما شاء الله. ابو خليل الاسطوره. بسم الله ما شاء الله. سميتك ابو خليل حبيب. تمسك معاك في الحجر رايح الخيط هي تخلص نفسي. تمام نركب بكره. وقف من ايه خوش. بسم الله بقى. اه اوعى تغلط. بسم
بالله ما شاء الله. الحمد لله يا جدع. اللي بعده خليل خش على اللي بعده كده. هات الثاني هات الثاني. مش فاضيين احنا الكلام ده يا عم خليل. يلا خش على اللي بعده. صل على النبي. اللهم صل على النبي. يلا ديشا الله ينور يا ديشا الله ينور يا ابو خليل اسحب يا ديشا يا وحش صلي 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 على النبي صلي ارجع لورا يا مصطفى ارجع ما تطلعش لقدام يا مصطفى ايه انا غلطان يلا ديش ارجع لورا دي خش هجيبك يا ابني دخل لجوه يا ابني يا ابني هتضيع تعبنا كله يا ابني لا نور دي اه لا دي طلعتها اسهل من اللي قبلها بطاطا 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 لا نور دي شا ما تحط على البتاع بتاعته لا نار رجاله ديجا اتفضل معانا شرفشات جو حلو جدا صباح الخير هلا 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 صباح الخير بالليل احنا مع المغرب يا اخواننا تفضحناش مدفئنا مصطفى مدفئكم ايه مدفئكم ابو خليل بيقول لي باظ بقول له ما فيهوش طماطم والله شغال زي الفل بسم الله اتعرف على اصدقائنا النهارده مصطفى نورنا يا مصطفى صبري ابن صبري ابن صبري الاستاذ مصطفى منورنا النهارده طبعا رجعنا لمكاننا 709 اه طبعا ده اكيد تمام الشغل النهارده هيكون على الصفر ان شاء الله على بعد المغرب كده هنشتغل على العيف طبعا الروبيان اللي معانا ده روبيان كويتي وروبيان سعودي الاثنين شغالين بيه طبعا احنا اول حدفه اخدناها اول حدفة يعني لسه بنجسد باقي العده خدنا حبايه بطاطا مقاس 46 اسكندرانيين هيعرفوا يعني ايه مقاس 46 يا شباب اهو الجو حلو حلو جدا نسبه هواء خفيفه لو شاء الله في موعد هيضرب دول طبعا انا من عادتي احب نوم العيدان كده على الارض ما بحبش اوقفها او ارفعها على حاجه انا من عادتي كده احب انوم العيدان زي ما انت شايف كده هنا شغال ببكر شغال بعود دايما يا اخوانا طول ما انت شغال في الاماكن دي كن فاتح المكنه لو مش فاتح المكنه تلقى العود بتاعك اللهم صل على النبي اهي تغمز اهي ايوه هوب لسه لسه استنى اضربي بك استنى لما تضرب اسمع الزنة لازم اسمع النغمه بتاعت نغمه الصياد دي حلوه جدا تضرب ولا ايه؟ ها؟ واحد بسم الله توكلها على الله سامحك في الطمان اللي هترضيها كمان يلا ها؟
دي قرقفانه دي. هي عماله بتسحب. اه دي قرقفانه. اسحبها معلم. دي قرقفانه اللي بتضرب دي. روح. بسم الله وراح ابو خليل. لا يلا شباب خليكم معانا كده ان شاء الله ولا هيطلع هنصور اهو. هترجع ان شاء الله هترجع ان شاء الله. نيجي الثاني والثالث ورا ما قاعدين اهو. يلا قلت يلا اللي بعده وخليه.